اهلا ويا مرحبا بكم حبايبي، وجمعه مبارك عليكم وين ما كنتوا. نلتقيكم بحلقه جديده من برنامج كل جمعه، ان شاء الله انه تنال اعجابكم بهاي الحلقه. يا ربي هذه جمعه تكون مباركه عليكم بالمحبه والخير والامل والتفاؤل. طبعا راح نبدي بيوم انا وياكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، راح نحكي به اللي هو بعد ما استعرضنا من مواضيع حلقاتنا الاخرى، اليوم هذا الموضوع اللي منتشر هاي الايام وبالخص بالفتره الاخيره بدت الى تاثيرات سلبيه وسلوكيه على مجتمعنا. صار بعض من الشباب وبالاخص فترات المراهقه بسن العمر المراهقه يتحدثون به بالشارع العام، صارت الى مصطلحات خاصه مثل الزاحف والزواحف. راح نتعرف اكثر واكثر شنو هاي المصطلحات وشنو تعني وغيرها، نتحدث عن التفاصيل. خلونا نشوف هذا المقطع الكوميدي ونرجع لكم. يما غير قطعة هاي صبة وقاعدة على المصطبة. خلا يما وقعها بغرامي، أول شغلة أسحبها بالمشي مالتي. خلا أول شغلة قلنا نسحبها بالمشي مالتنا. شوف المشي شلون هاشي دمعي لا خفيفة، نسوان يحبن واحد تقيل. ايه هاي الواحد دا يجيب صمون. رتب روحك. هلا بس اسمعها شو هاي شغلها، فتحرش الحرشه قويه ماكو. اي امي تريد شنه تكسر المواعين. هاي مال ثمانينات بدي وحده ارتب. احب اتعرف وقلبي يتزرف. هاي مال التسعينات بدي وحده حلوه. هذا الحجم يحب الكلام المعسول، وانا بالكلام المعسول ما الزم. شلون حجم هو؟ بدي اخوض التجربه. شلون احكي وياها مرتبك؟ زين شقلها؟ ماكو احد. شلون اجذب انتباهها؟ شقلها؟ انا كلش حاير. يابا شقلها؟ زين هسه الى احد شكلها. دكتورك كذب؟ العفو. لك يا عفو. لك بشوف؟ احمد؟ صباح الخير. يا خارج شوف من ورا هالشكولات هاي. لا بس حبيت اسلم عليك. سلم علي شنو؟ شربي مي شربي. وش عليك انت بيا؟ صراحة انت كلش عجبتيني. لك شنو عجبتك؟ لك انت تستحي؟ لك انت ما عندك احساس؟ لك انت ما عندك ارض؟ بس تستحي؟ اعتبرني اختك، تقبل واحد يتحاش بيها؟ لا مو انا الصراحة اخوض التجربة، أول مرة أشوف هيك حجم يعني. يعني شنو هيك حجم؟ يعني بس اسمحي لي آخذ صورة عبد أشوف لأمي. يا أمك. لك؟ عقب التليفون صرتي عصبية. امشي، قوم من هنا احزلك. خلنا نتعرف. تعرف شنو؟ يعني تعرف انا عجبك والله، عندي سيارة، عندي بغبغان، مشغلة على قناة كفر. مشكلتك؟ ها. اي، بس شفتني قاعدة قد يعني؟ يعني ابدا ابلش مستقبلك يعني هذا. ها، اني امي المرحومة الله يرحمها. الله بس تقرأين الفاتحة؟ لا لا تقرأين الفاتحة، قالت لي ما تروحين للدورة وتشوفين واحد ابو قليلة، قولي له قوم من هنا. قوم. الخاوة ليش تضربين الخاوة؟ لا قوم. حتى مرتي الثانية ما تسوي. الخاوة خالة ما تضربين خالة. يدعفون بحالنا ما تستحون، ما عندكم غيره. بس شلون كنت انت كتله وكنت كذب. طبعا بعد ما شفنا هذا المقطع، هذا اقل ما يصير بالشوارع العامه والاسواق والمولات، لان مثل ما تعرفون هاي الظاهره اللي هي الزواحف، بالمعنى انه الشاب تعجبه بنيه يروح يدز لها الرقم او يتعرض لها بطريقه سيئه وغير اخلاقيه لها. طبعا انضمت ويانا ضيفه حلقتنا لهذا اليوم ويانا الدكتوره بيداء كيلان، ونتعرف اكثر عن اياها واقول لها يسعد مساك.
اهلا وسهلا. جمعة مباركة عليك. جمعة مباركة على العراقيين وعلى الكل. اهلا وسهلا حبيبتي انت. شفتي هذا المقطع احنا قبل شوية هسه قاعد نحكي عن التحرش واللي غير اخلاقي وغير سلوكي مثل ما احنا قلنا بكلمات اللي هي الزاحف والزواحف اللي قاعد تظهر هسه بالاونة الاخيرة من بعض الشباب. يعني شنو انت اصبح هاي الظاهرة بمجتمعنا، انت شنو تعليقك عليها؟ هذه ظاهرة تسمى بظاهرة التحرش الجنسي. تمام. وهي ظاهرة ظهرت بالآونة الأخيرة تقريبا بعد عام 2003. يعرفها علم الاجتماع هذه الظاهرة هي ظاهرة سلوك عدواني يصدر من أشخاص غير أشوياء، الغرض منها هو يحاول ينال من الضحية سواء كانت رجل أو امرأة. قد يكون التحرش الجنسي للرجل مو بس للمرأة، مما يأثر على الشخص الضحية، مما يأثر على تصرفاته ويكون يأثر على عمله لأن يسبب له نوع من التوتر بالنسبة للشخص الضحية. طبعا هذه الظاهرة متواجدة بكثرة بالفترة الأخيرة بالعراق، قلنا كما قلنا من بعد 2003. سببها الأول هو البطالة، الفقر، النظرة الدنيوية للمرأة، الدنيا للمرأة، المرأة بالمجتمع مع الأسف تعاني المرأة بالمجتمع العربي بصورة عامة والمجتمع العراقي بصورة خاصة والمجتمع الإسلامي إلى نظرة دائما المرأة تكون لازم بالظل، أنه ما تظهر، أنه ما تكون منفتحة على المجتمع، ما تلبس الملابس المغرية. فكل هاي الأسباب أدت إلى هذا التحرش الجنسي. التحرش الجنسي طبعا دائما يصدر من أشخاص غير أسوياء، دائما يعانون من نوع من الفقر، البطالة، من البيئة دائما تكون الأب والأم منفصلين عن بعض، العلاقات الاجتماعية السيئة، نوع من الشباب دائما يكونون على تواصل ويا مواقع التواصل الاجتماعي وتفهمه الخاطئ لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، كلها طبعا تؤدي بنهاية أنه تظهر هذه الظاهرة اللي هي التحرش الجنسي. دكتورة بداء، يعني هذا الموضوع أنه احنا نقول السبب الرئيسي يعود إلى الأهل والتربية؟ نعم، هي من ضمنها، من ضمن الأسباب اللي هي الأهل والتربية والعادات والتقاليد، لكن مو فقط الأهل والتربية، لكن التطور اللي ظهر بعد 2003 وظهور، تعرفين احنا ما كان عندنا الإنترنت، ما كان عندنا التليفونات، كلها أدت هذه أنه الشباب بدأوا يدخلون على المواقع يعني المخلة بالتقاليد والعادات والأعراف. فالشاب من يكون دائما ويا هاي مواقع التواصل الاجتماعي بالنهاية راح تصير هناك غرائز مكبوتة عنده، فتظهر ما يستطيع أن يمسكها، فتظهر بالنهاية من يظهر للشارع أو في عمل أو مع زميلته أو بأي مكان. حتى الكليات حاليا تعاني الفتيات كثيرا من هذه الحالة. لأن احنا شلون نقدر نتخلص مثل ما يقولوها من ظاهرة التحرش اللي هسه موجودة بالأوانة الأخيرة؟ نعم، مثل شلون على مود نحد من هذه الظاهرة اللي هي التحرش الجنسي ونقلل من عنده اللي بدأت تظهر بكثرة في العراق؟ هو طبعا أولا البيئة اللي هي الأهل، الأهل توجيهاتهم بالنسبة للتربية الدينية الصحيحة، التوجيهات الصحيحة من قبل الآباء والأبناء، وأنه أنا دائما أفتش بأولادي حتى أو بناتي أنه عدم أن يشاهدون هذه المواقع الإباحية، عدم الاختلاط بين الأصدقاء. دكتورة هسه صار يعني حتى لو الأهل لهم دور أساسي أنه مثلا لا تسوي كذا، يمنعون بنتهم خلينا نقول عن الانترنت، عن الموبايل، عن الطلعة، صار يقدرون هم يقدرون بدون ما يعني بدون علم أهلهم، صار هذا الفساد أكثر، تطور يوم عن يوم. طبعا يوم هو احنا قلنا أنه من أسباب اللي تصير حاليا هو الانفتاح على المجتمع، مواقع التواصل الاجتماعي. لكن يعني دكتورة وصلنا مرحلة تحجين انت البنية صارت تتحرش بالشاب. صحيح صح صحيح، هاي اكثر يعني احنا لما نشوف انه الشاب يتحرش بالبنية ما يصير ردة فعل قوية مثل ما انت تشوفين بنية قاعدة تتحرش بالشاب هسه. نعم. بالشارع. تمام. بالمولات، بالاسواق. تمام. بالتواصل الاجتماعي. لذلك احنا نأكد على موضوع الرقابة، الرقابة من قبل الاهل، من قبل حتى المسؤول مثلا بالجامعة، احنا الرقابة من قبل احنا هسه احنا اساتذة بكليتنا شكلنا لجنة اسمها لجنة التوجيه التربوي والنفسي، انه دائما حالة مراقبة للبنات للذكور نوجههم
بالمناسبة أنه هذه الظاهرة على مود انحد هي ظاهرة منتشرة، وهو مرض يعني شبه مرض نفسي، ما نقول مرض وصل إلى مرحلة اللي يأثر على الشخصية والشيزوفرينيا، لكن هو مرض إن هو سلوك عدواني ما يكون الإنسان السوي ما ممكن يتصرف، لأن تعرفين أنت التحرش قد يوصل إلى مرحلة، الإحصائيات تبتت إلى مرحلة يبدي يتحرش بمناطق حساسة عند المرة، يبدي يتحرش بأول مرة، يبدي بالمناطق الخارجية بشعرها، ممكن أن يزيد حتى بالأخص بالأماكن الازدحام. هو ينتشر بالمناسبة، هو ينتشر في الأماكن المزدحمة، ينتشر في المتنزهات، ينتشر في الحدائق، ينتشر في المولات، ينتشر في حتى الحرم الجامعي مع الأسف، اللي هو مكان يجب أن يكون مقدس، فلذلك يجب أن يكون هناك رقابة إذا كان بالجامعة من قبل الأساتذة والمسؤولين، بالنسبة للدائرة من قبل رؤساء العمل، بالنسبة للشارع من ناحية الناس المسؤولين عن الرقابة، الشرطة من كل الناس أن يكون رقابة، بس المهم أنه ذات الإنسان هو وشخصيته الطبيعية أنه لازم يلاحظ أنه كل فتاة تكون كهي، سواء كان الرجل الكبير. بالمناسبة كل الأحصائيات أثبتت أنه التحرش الجنسي يكون أضعاف عدده بالنسبة للناس الكبار بالعمر عنه في الصغار والشباب، وخصوصا ما يتعرضون إلى يعني سويت مرة بحث إحصائية، أغلب اللي يتعرضون إلى هم الصحفيات والإعلاميات من قبل مسؤول العمل مع الأسف، يعني أنا يعني من قبل مسؤول العمل حتى شون ينطوهم مغريات على مود تحصل بالمقابل فرصة قبول، نعم بالقبول أو قبول بالعمل أو إغراء لها أو أنه تشوف نفسها ضعيفة في المكان اللي تقدم به. بما أنه إحنا يعني هسا وصلنا مرحلة أنه البنية مثل ما قلت لك قبل شوية صارت هي تتحرش بالشباب وتنطي مجال إلى، فما راح يكون أكيد ردة فعل الشباب هسه يعني هاي صارت بالاخر شيء، صارت عندهم فتشي عادي اذا تحرش ببنيه، اذا ذبلها الرقم، اذا حكى وياها بطريقه مو ملائمه ولا من اخلاقها ولا من عاداتنا احنا وتقاليدنا، صار عندهم فتشي عادي لانه قاعد يشوفون رده فعل من البنيه عادي، يشوفوها هي اللي تتحرش. وبالعكس هم نفس الشيء، يعني حتى البنات لما يشوفون الشباب انه قاعد يتحرشون صار عندنا كلش ظاهره عاديه. تمام، بس احنا هم نرجع ونقول هاي ما نقدر نعممها، هاي نسبة قليلة تتبع العادات والتقاليد والتربية وعدم رقابة الأهل. لو تجين تسوين، أنا سويت إحصائية وبحث، من تجين تسوين هاي الإحصائية تلقين أكثر سواء البنات أو الولد تعرضوا لهذه الحالة، تلقين الظروف الاجتماعية طبعا اللي مال الأب والأم عندهم بطالة، تلقين الولد أصلا منفصل عن أمه وأبوه، اللي بالمناسبة عند الناس اللي عندهم تقاليد وعادات ويكونون عند يعني عائلة ما نقول انه يعني العائله اللي موجود بها ام واب ما يظهر عند ابنهم عنده حاله تحرش جنسي يتحارش، بس لا، بس اقليه لان عنده عادات عنده تقاليد، بس احنا تقاليدنا وعادات الدينيه تحرم هاي الاشياء بالفعل. يعني احنا انا اتذكر قبل كنا من نطلع بالشارع ابن الجيران ما يباوع على بنت الجيران من تطلع لحد ما توصل مكان هو ما يدير ظهره، فلذلك العادات والتقاليد كانت تحكمنا وانه نركز دائما على هاي الاشياء بالفعل. نعم طبعا دكتوره شكرا لك، طبعا نورتينا اليوم بحلقتنا. نعم حبيبتي انت، احب اضيف شيء مهم انه من طرق العلاج التحرش الجنسي انه لازم لابد احنا سوينا بهوايه محاضرات، لابد ان يظهر هنالك قانون، القانون العراقي لحد الان فقط قانون 396 وقانون 397 للماده 111 فقط يعاقب المتحرش الجنسي سواء للذكر او الانثى بعقوبه مدتها 7 سنوات تمام او 10 سنوات اذا كان قاصر. مع الاسف ما ظهر عليه تعديل والقانون بعده يعني ما ينفذ بالتام الا اذا كان نوع التحرش ضربه او اثبته، واحيانا صراحه الضحيه مع الاسف دائما امها وابوها ينسحبون بالفتره الاخيره. تدري احنا مجتمعنا ما يحب انه ننفضح ونكون محكمه ويعرفوا وين التحرش وبالضبط وهذا، فيا ريت لو يكون هناك قانون تعديل للتحرش الجنسي مثل باقي الدول، امريكا تحاسب انه بسجن مدى الحياه، فرنسا تحاسب نعم، فيا ريت ان يكون هناك قانون يحاسب المتحرش الجنسي عم بتكون الى عقوبه ويحرم اداء هذا مره اخرى. طبعا شكرا لك، شكرا النصائح الدكتوره. هسه راح نروح انا وياكم ونشاهد الى مصر والنيل، خليكم ويانا.
يركب المركب بسرعه عشان يسمع صوت الميه، بيبقى فيه هدوء، في سمع الميه ديت بيبقى الازعاج والحاجات ديت بتعمل تلوث سمعي وتلوث بيه وحاجات زي كده. انما المراكب الشراع بتختلف، ما فيهاش موسيقى كبيره مش عاليه، ذات نفس المراكب الشراع بتمشي بالهواء، طول ما الهواء حلو ومعدول تبقى كويس، انت بتستمتع بالمتعه، بتستمتع بالفسحه. انما اللانش والمحرك ضوضاء. يوم الجمعة بيبقى يوم أجازة، الناس كلها بتنزل تاخد ولادها وبينزلوا يفسحوا، بيبقى يوم حلو ولذيذ مع العائلات. ركوب المراكب طبعا بيبقى جو لطيف في المية، والنيل شكله حلو، وبيبقى بالليل كمان والأضواء وأغاني والناس بترقص وكده. واحنا بنفضل ركوب المراكب يوم الجمعة كيوم أجازة عشان يوم الهوليدي، يعني كل الناس تكون أجازة، تفضل تطلع البحر وتشم هوا نظيف بدل الهوا اللي وسط البلد اللي هو يخنق. طبعا نعود لكم مجددا، احنا نعرف الكوميديا كانت حاضره دائما، دائما يكون لها متعه لما احنا نجي نشاهد هذه الكوميديا القديمه، لها متعه وعنوان مميز، وما زالت بعض تلك الاعمال اللي احنا لحد هسه مستمره ويانا تنطينا متعه لما نشاهدها لنا وللمشاهد. خلونا اختارنا لكم طبعا مقطع، خلونا نشوفه ونرجع لكم من المسلسل الكوميدي العراقي تحت موس الحلاق. السلام عليكم. هلا هلا ابو غانم. هلا هلا. شلونك يا غانم؟ شلون كيفك؟ الولد شلون؟ بعنا بنين؟ اي والله بعنا بنين. اهلا وسهلا. اليهود الشهادات طلعت؟ اي عمي كريم طلعت. وانت انت منو حكاك؟ منو سالك انت؟ هو اللي يقول والله. ابو غانم ما نعرف. شلون يعني؟ والله اشوف اني لو انت تروح انت للمدرسه وتسال احسن. زين يا بعود عناكم في مال جاوبك هاي قام المكتوب بعدين حجي على بكتك. اقراري المكتوب. ابو غانم مدير خرجي. ام غانم غير مستعجل وقشة واحدة بس. يا قشة حجي جيبي قراري قاسية حجي. تضحك على المرة؟ على بكتك خير الصبر خلي احوال خلي اقراري حجي المكتوب. عندك مانع؟ من غانم منهن جنابه ما يخالف. ايه قرا لي يا حجي. قرا لي اياه. اي حجي خلقها على راسك. اقرا لي المكتوب. طوبى الوجه هذا ما اجي بعدها. انا عاد بنهن. ايه بعدها بنهن حجي. واليوم جاي منهن. اي لا مو طويله. اي حجي زينه. عندك يا محفوظ البقى والسلامه. اي حجي خلقها على راسك. يقول لك أمس الفريزة. حكي أمس الفريزة شنو معناته يعني؟ ما تعرفه؟ ها يمكن فالسلام بالهندي يعني عجبة يعني ينحط بالنص. هاي يا مولاي ليش بيه؟ شبيه حكي؟ قالت نصبين عزب شفت عليها؟ يا واد يا حكي ديكي على ديكي صار ديكي على هذي بيقول لك ديكي يمكن ديك ما لا صاير بي شي ميت هو ديك شنو يعني ألف ديك هاي حج ديكي آسي يمكن ديكي اسمه آسي آسي بالهندي ديكي آسي نحباني نحباني يمكن يقول لك يعني نحباني نحباني ايش شنو معناته حجي؟ انطاك عمره ها اي من هو؟ حجي من هو؟ وديك يا واد اي حجي
فالصو راح يقول لك أمام باني. حجي صدق على راسك أمام باني شنو؟ أمام باني. أي حجي ولا أفهم. يمكن يعني ورا ما بناء على بيت. ها. بيت للدي هناك يسوونهم بيوت للدجاج. ها إيه 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 إيه. أمام باني إتتي مش ناف. مش ناف. يا مش ناف حجي. حاف يمكن الحاف. ها. والله شو مثل الحاف. ها. إيه تجي تحكي تستعدين بس تستعدين. أي حد. شو شك وراها؟ إيه الله يطول عمرك حد. مش ناف البس والي. يا والي حد. والي مال هين. ها شو سوى عند الوالي؟ ما سبيك الصديقة أنا ذي. حد يفهمني شو سوى عند الوالي. البس والي أبي. إذن عودة لكم من جديد وعودة ابتسامة ومحبة مع ضيفنا الفنان المبدع الكوميدي ماجد ياسين. وقل لك يسعد مساك. مساء الورود عليكم على كل مشاهدي قناة الرشيد وكل كادر قناة الرشيد. وطبعا احنا جزء من قناة الرشيد حقيقة، عدة أعمال اشتركنا بقناة الرشيد، لذلك أنا أحس نفسي من مؤسسي قناة الرشيد، لذلك أفرح كل ما يدزون علي يقولوا له ياسين يريدك محمد الحبوب المخرج. قال ابو ياسين اليوم عندك لقاء، قلت له يلا يا الله وكل الله يسلمك ويخليك تسلمين امري. الا والسجاره نورنا اليوم بوجودكم ان شاء الله. الله رب ان شاء الله يكون خفيف المظل بهاي المده القليله على مشاهدي قناه الرشيد. طبعا شفت قبل شوي المقطع الكوميدي من اي، شنو رايك به؟ هذا ماركه، هذا بصمه، هذا يسمونه شلون نقول، اكو ياباني اكو كوري اكو صيني. هذا ياباني، هذا الياباني، هذا الياباني. هذا ما عليه اختلاف يعني، تحت موسى الحلاق للرائع والمبدع يعني مدرسه، هم عباره عن مدرسه. اذا كان سليم البصري الله يرحمه، راسم الجميلي الله يرحمه، او الاستاذ طولة العمر الا حمود الحارثي مع حفظ الالقاب، ساتذتنا دول مدرسه طبعا. اكيد ما نوصل لهم يعني، انا بالنسبه لي مع العلم ما زال انه لحد هاي اللحظه الى مشاهدات يخطى لحدها يعني هاي اللحظه، ومع العلم هي مرت عليها سنوات بس لحد هاي اللحظه قاعد تنعرض بالفعل، قاعد تنعرض على قنوات قاعد يشاهدوها لحد هاي اللحظه، بقت بالذاكره مخزنه. اليوم احنا تدري اخوه سجاد ولا يهون السيد المشاهد يعني من خلال شاشة الرشيد القضائية، احنا نقول على تحت موس الحلاق ماركة. أي. قبل كان عندنا تلفزيون واحد تمام، واللي هو اجى بسنة 56 للعراق، فكان التلفزيون العراقي يعرض العمل هذا الرائع، وكان كل مشاهدينا يركزون على العمل اللي هو تحت موس الحلاق. يعني بالذاكرة يعني انا عمري ما شاء الله العمر الطويل لك، وشاهد من يقولوا لي تحت موسى الحلاق اتمتع به، حتى يعني اولادي ما شاء الله اللي يشاهدون اعمالنا وكذا فيتمتعون مشاهده الاعمال الراسخه بالذهن اللي هي تحت موسى الحلاق. ولا ننسى يعني من ضمن الاعمال ايضا اللي بقت لها يعني بصمه اللي هي جرف الملح، دواسر، نسر وعين المدينه، ذئب وعين المدينه، عالم سكوهيب، ذئاب الليل، كثير 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 من الاعمال. يعني رغم يعني تدرين احنا اليوم الفضائيات وكثرتها هي خلتنا الافكار يعني تشتت منا ومنا، لكن الحمد لله العمل القوي يعني يبقى بالساحه يعني طبعا رغم بساطته. ماضي رغم بساطته، لكن الحمد لله الناس هذا كاريكاتير يعني الناس تتذكر بيت الطين اللي يعني ما شاء الله لحد هسه لها بصمه يعني بالتلفزيون العراقي. طبعا هسه الاعمال التلفزيونيه الجديده صارت كلها تلجا الى الكوميديا، مو شرط مو قياس يعني الاكثريتها صارت كلها للكوميديا، قاعد يركزون بهذا الموضوع، فانت شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ والله اذا كانوا يركزون بالكوميديا فانا افرح، لان انا جزء من عندهم من اصدقائي وزملائي واساتذتي. بس لا يمنع انه احنا بالعكس ان عندنا اعمال تراجيديه واعمال دراما، اعمال قويه موجوده بالساحه بكثره الفضائيات اللي موجوده مع يعني انت تشوف هسه بما انك انت هذا الشيء انت تحبه ككوميدي لا انا بالعكس انا ممثل شامل، شو قالوا لي اطلع مو شخصيات، بس انا عرفت بالكوميديا. بس تشوف انه هذا هو اللي يجذب المشاهدين، يلفت انتباههم اكثر للكوميدي؟ لا بالعكس اكو اعمال مو كوميدي الاكثر يعني لا
احنا تدرين الممثل هو شامل بكل ما موجود يناط اليه من قبل السيد المخرج والسيد المؤلف. يعني اليوم احنا عندنا عمل كوميدي بقى بالذاكره، عندنا عمل كوميدي عمل تراجيدي بقى بالذاكره. احنا يا اخو مو كله كوميدي كوميدي، لكن ما شاء الله نقول يعني ندق الخشب. اي منو؟ فندق الخشب، لانه كل الاعمال اللي موجوده بالكوميديا بقت بالذاكره فاهمني زين. اذا احنا يعني محتاجين انه يعني نزرع الابتسامه الحلوه على شفاه العراقيين. تدرين احنا بهاي الظروف خاصه الناس محتاجه. بالفعل انا ليش هسه قلت لك؟ قلت لك يعني الفتره الاخيره هسه صاروا اكثر يعني يلتفتون للجانب الكوميدي، صارت لها حتى مشاهدات اكثر، لانه العراقيين بس يردون فرحه. فرحه بالفعل يردون بس سواء مسرحيه سواء تلفزيون في اي شيء، بس المهم انه يضحكون. بس ما يمنع انه اكو اعمال تراجيديه وقويه وراسخة عند المشاهد موجودة عندنا كل الفضائيات مع اعتزاز وحبها موجودة طبعا أكيد. الله يسلمك. الله يخليك. زين بما أنه أنت يعني شوي قاعد ندردش، محضري لك مقطع. احنا لا تستعجل، محضري لك مقطع. لا ما في شيء. طب أبوي مين؟ خلونا نشوف المقطع هذا. السلام. هلا بماضي، هلا اخوي، تفضل. ما جاني، شلونكم؟ الحمد لله بخير. وين الخير؟ وراهي ما موجود هنا بالسلف. ها اخوي ايش مالك؟ تفضل اشرب شاي. شرب شاي شنو ايش قالوا لك؟ ما عندنا شاي مهجومي؟ لو مرت ما تسوي شاي، ايش تقصد يا راهي؟ اخوي ما يقصد شيء. ايش تقصد؟ دقيقة اخوي، دقيقة. مو زوم هالحكاية يا حكاية. ارد المجانج وباللي القير وبايش اللي ما صير. نبي يقلي تشرب شاي، ما عندنا شاي ببيوتنا. اعرف اي امان تحكي راهي. ها يا معوص صدق سنب ماضي نجاني وخر، اريد اطق راهي وخر. يا معوص خوي ايش مالك؟ انا شو مسوي لك؟ وروح ابوي اطق هذا راهي. اقول له وخر، لا تخليني اطقكم اثنينكم الشلع. زين وخر، بس اشرف الدشداشة وخر. لا 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 اخويا ماضي، وروح ما اشرف الدشداشة. يا معوض صدق سلم وخر، ما جاني من يمك وخر، بداعت علاقتنا الاخوية وخر. ماضي اذا سويني شلون حتى يجوز من هاي السفاهة؟ تمشي. ما جاني بروح ابوك وخر، اذا اطقه انا اقول له مو لزوم. ولك ماذا زميلك؟ خويا صدق سلم معوض، خويا قاعد اسوي صدق على خويا. طبعا مثل ما شاهدنا هذا خويا ابو ياسين تشاهد نفسك بالكوميدي انجح شيء، يعني انه بما انك انت كلش متقرب لهذا الموضوع وتحبه. والله ست سجا يعني تدرين يعني انا اول ما اشتغلت اعوذ بالله من كلمه اشتغلت بالكوميدي. تمام. والناس حبت ابو ياسين بالكوميدي. بالكوميدي. واكثر الفضائيات يعني من يدوسون على مجد ياسين يدوسون عليه بالكوميدي. انا يعني اشتغلت بشوات اخر زمان الراحل فاروق القيسي، اشتغلت تراجيدي. أي. واطلع بالعصابه واطلع لهذا واطلع بتش العالم ببالك عنه والناس أي. تضحك. اي تعودوا وتعودوا واخذوا هذا الانطباع والوجه. ما يمنع انه انا ما اشتغل تراجيدي، بالعكس اشتغلنا امل انا وانعام الربيعي زميلتي واختي الغاليه، تحياتي لها من خلال فضائيه رشيد وكل زملائي واصدقائي الاساتذه والفنانين. حقيقة اشتغلت مو ما اشتغلت، بس اشتغلنا احنا اشتغلنا عمل انا وانعام الربيعي. اي اعوذ بالله من كلمة ثانية بالمسرحية بكينا الناس، رغم ما انه احنا مسرحيتنا بها كوميديا. أوكي. مشهد من المشاهد بكي وكان مؤثر وكان يعني لو احنا اليوم نشتغل كوميديا الموقف كوميديا التأثير كوميديا اكثر من عرض واكثر من دور. يعني لو اجاك مثلا انه غير الكوميدي عادي، انت ما عندك مشكله. ما عندي مشكله، بس انت يعني شو نحن نقول البصمه لك والناس حبتك وتعودت على ماجد بالكوميدي. الحمد لله. اي يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى. تدرين احنا بحكم علاقتنا بالقد الناس حبت ماجد ياسين. يعني هسه من اطلع طيار هم يحبوني، اطلع عندي جمسي هم يحبوني. يعني هي هاي الثقه؟ لا مو ثقة، لا عفو، قصدي يعني الناس حبت ابو ياسين لانه نزل للساحة كمثل كوميدي. هم حبوه بالفعل. الحمد لله والشكر. هم يعني شلون احنا نقول، احنا اخذنا انطباع انه ماجد ياسين دائما الضحكة لهنا. انا استنى قبل شوي بديت تضحكي، انا ايش سويت؟ انا مو تضحكي. لا انا مو اقصدي ابد شيء. لا شفتي ايش اسوي يعني؟ متى تصير الكوميديا تستخدم الكلمات الغير اللائقة؟ يمه شنو؟
متى تصير الكوميديا تستخدمها؟ يعني ليش اكو كوميديا هسه بيها كلمات غير لائقه؟ اي اكو. وين بيامشت؟ اكو بعض المسرحيات قاعد تصير هسه احنا بعض المسرحيات اكو مسرحيات زينه واكو مسرحيات دون المستوى ودون المستوى يعني اكو هواي المسرحيات موجوده بالساحه ما بنحكم عليهم كلهم اصدقائي وناس وهذا لازم واحد يكون يروح يشاهد ويشوفها حتى يقول هاي المسرحيه زينه او هاي المسرحيه لا بس هسه اكو مسرحيات قاعد احنا لو قالوا لي لا مو قالوا لي انا ايش اكو مقاطع باليوتيوب موجودات منتشره بدون مقاطع باليوتيوب لا وين هي اي حرام عليكم ليش تدخلون حق الاخرين احنا ما ناخذ حق احنا دا نحكي قاعد يستعملون شو يستعملون كلمات غير لائقه بالمسرحيات مثل ايش الكلمات بس لا ما اقدر اقولها شاوريني شاوروني يقول لي من اطلع لا لا بالعكس تدري السلسله يعني هي اكو كوميديا الموقف اكو مواقف يعني لربما مفرده مفردتين بس مو معنى انه سيء للذوق العام مو يعني معنى انه قلت لك يعني قلت لك هي الغير لائقه يعني مو كمحتوى يعني مسرح قامت الدنيا وقعدت كل ساعه المسرح الشعبي والمسرح التجاري والمسرح الجماهيري والمسرح هذا ما عاد ما قاعد يجون يعني هي مو بس كلمات ترى حتى اكو مناظر هسه احنا قاعد نشوفها بصراحه مو لائقه مو مثل قبل استاذ يعني ماجد تدش بالرقص لا هسه شوف شوف مو مبدا رقص مو مبدا هي احنا قلنا الكوميديا بها ضحك وبها رقص وبها فرفشه بها موقف وبها هدف وبها مو دا اقول لك وبها هدف يريدون يوصلون الفكره للمشاهدين بس اكو فكره عن فكره تختلف انا اليوم اريد اوصل لك فكرتي انا الشيء الانطباع عني سواء اضحك او ابكي طريقة أنا أعرف شنو أوصلك بيها هسه صاروا يستخدمون قلت لك غير الكلمات اللائقة صاروا يستخدمون كل حتى لا نخبر لا أنا ما بحكي لا يعني كل المسارح أخليهم على رأسي مع حبي واعتزازي لهم زملائي وأصدقائي وساتذتي أنا ما بحكي عنهم أنا حتى لا أخبر البعض لربما يجوز مفردين مفردتين كذا البعض صاروا يعني يستخدمون قلت لك مفردات غير لائقة مو ستي الغير لا انت تبدا تقولي لنا يعني انطباع اكو مقاطع انا ما دا احكي هذا استاذ ماجد والله من عندي هذا موجود المقاطع باليوتيوب ومنتشره هواي اكو مسرحيه الناس تشوفها اكو مسرحيه الناس لربما ما تقدر تشوفها قصدي هذا دور الفنانين اي هو دورنا احنا كرقابه كليتنا كل انسان يراقب نفسه طبعا لا انا اريد اطلع اريد اطلع بشيء حلو على مود ابقى بالذاكره والناس يعني تحبني واللي يجي تجي اختي وامي واهلي وكذا وناسي والمحبين وكل الناس اللي كل شرائح المجتمع يشاهدون العمل اللي بيه الذوق العام وبيه الفكره والحبكه والموقف انا نشوف المقطع انا هيك الثاني بي كلمات غير لك خلينا نشوفه مقعد مدري كان ايش مدري انت من العبريه ليش حسب ملاحظك بعدين انت منو انا سكن وخال القبطان سكن مو ساعدين بتاتا احنا تاتا شني عمي هاي سفينه باخره هاي المات تاني كبد هاي المات تغرق اقول لك شو اسمها؟ المات تانيك اذا تاخرت. المات تانيك؟ يا اقول لك بليح كان اخاف انا من البحر اخاف انا اخاف من كلش. لا اختي لا تخافي صدق كذب على بختك. القبطان خالق القبطان درجه اولى قاضيها كلها بحار ومحيطات. يا كان هذا خالق حوت يا قبطان يا سفينه. لا شكرا لك اقول العفو انت اسمك بليح؟ اي بليح. وبنتك اسمها روز؟ وبنتي ها؟ هاي زوجتي. مدام بعدين اللي يشتغل بالبحر يصير عنده نظر العفو يا الصقر توهمنا على كيفك فليح ومرته اسمها روز قد الدنيا تغيرت روز روز اسميكا الله اسميكا يلا اخاف من البحر كله اخاف من البحر كله هو وياك فليح وياك بس فلسه حلوه عليك الله هاي انت وين القبعه قداتها خذ القبعه العم تفضل تفضل هاي اللي ما تانيك تاكسي خذني معك يا تاكسي تعال على حق يا تاكسي شنو ها شنو ها تسجتف تسجتف لك بابا انت مساعد قبطان اسف قبطان 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 اقول ادور شنو ادور يدور مو انت صاعد بربل ابني يسموها استداره بلغه البحار استداره قول لي قبطان استدير قبطان استدير قبطان استدير قبطان استدير قبطان لك عيب هلا قبطان ايش قد عيب انستي انسة روز اهلا اهلا أقول لك أستاذ فليح يريد أنك صار صار ماشي
ابني هوبي. نعم يا مساعد الكابتن. نعم. تحاول 3 درجات شرقا. نعم. الاتجاه يكون اشقد؟ 3 درجات شرقا حبيبي. وراح احافظ لك على السرعه واخلي الباخره بالفي على مود لا ينصقعون الركاب بالشمس. قلب انت قلبك انت وحبيبي. قاعد يتانيك استاذ فليح صار. اي حبيبي اي حبيبي. ماشي انستي. هلا جيمر جيمر. اخذوا راحتكم. إذا بعد ما شفنا هذا المقطع الكوميدي اللي هو كان من قناة الرشيد الفضائية وإنتاجها، طبعا أنت أي من مؤسس قناة الرشيد الفضائية اللي كنت وياهم من المسلسلات الحاضرية من البداية. من البداية. فأكو كان مال حب الهند. حب الهند جزئين. بعد؟ جزئين كان. جزئين إيه. أريدك تحكي لي عليهم أكثر، شنو بعد غير حب الهند؟ تجربتك بقناة الرشيد؟ والله أنا عندي كانت عندي برامج، أكثر البرامج إنسانية كانت. إنسانية كانت؟ إي يعني وقف دي أقول لك. أنا وأستاذ محمد الحبوبي. تمام. وبعدين ما ناسينا أبو ياسين خلص هذا أكثر بقناة الرشيد الفضائية اللي هو كل شهر رمضان شهر الخير والبركة تدين شهر الكرامات، فكان هذا الشهر أيضا مميز عند العراقيين كله وخاصة بقناة الرشيد لأنه بدعم مادي للفقراء وبدعم معنوي وإنساني للحالات الإنسانية، لذلك الحمد لله يعني حققنا شيء ويا مع قناة الرشيد للناس اللي الحمد لله يعني كان بين المشاهد يعني الحمد لله. أنت أهم شيء يعني تكون مرتاح ويانا بقناة الرشيد. الله يسلمك. الله يخليك. بس الكلمات والكلمات قبل لا نطلع وننزل هاي بس نخلص البرنامج أنا أشوفك يا هلا. نعم فيها فيها تخجلين. لا ما راح أخجلك. طبعا انا سعدت بلقائك اليوم استاذ. الله يسلمك والله وانت منورنا ان شاء الله. دائما تكون هاي الضحكه دائما نشوفها على وجهك. الله يسلمك. يعني احنا بالفعل متعودين نشوف هاي الضحكه. قلت لك لهنا انا ما متعودين ابدا نشوف غير هذا الضحكه يعني. شكرا لك وكل مشاهدي قناه الرشيد. يا رب يحفظ كادر الرشيد ومن الحرم مالكم استاذ سعد عاصم الجنابي وايضا الى اصغر عنصر موجود بقناه الرشيد. الله يحفظ الجميع ان شاء الله ويا رب نكون سعيدين الحظ. اليوم احنا طبعا فعلا سعيدين الحظ بوجودنا ومع حضرتك ومع مشاهدينا الاعزاء ويا رب نكون ايضا خفيفنا الظل كل مشاهدينا. انت دائما خفيف التوفيق لكل الناس. الله يخليك شرفنا بوجودك. شكرا لك. شكرا جزيلا. تسلمين. تسلمين. مرحبا، معكم ميك اب ارتست بيلا نبهان. تابعوني كل نهار جمعة لنتعرف على خط من خطوط الجمال واكيد على فضائية الرشيد. اليوم رح نتعلم كيف نشيل حواجبنا بطريقة اللي بتناسبنا. اول شيء اكيد بدنا نطهر، نكون كل نهار برات المحل او البيت نكون كله نظيف. انا رح فرجيكم طريقة الخيط اللي صراحة هي أسرع شيء وأنضف شيء. شيء منثبتها على إيدينا، هنحط إيدينا هلأ أصابعنا بطريقة نشد الجفن والحاجب من فوق. بنكون هيك كل شيء مشدود كمان نقدر نشيل الشعر مزبوط.
أنا صراحة ما بحب كتير يكون الحواجب رفاعة، أنا بحبهم أكتر تخان، بس أكيد نرجع لكل شخص كيف بيلبق له. بدنا نرسم الخط تقريبا بعيننا، نحطها يعني مقبلنا تنعرف كيف بدنا نشيل الشعر. بدنا ننتبه ما نجرح اللون. وإذا بدكم تتأكدوا آخر شيء إذا الرسمة مزبوطة، بتجيبوا بنسو تحطوه على الحاجب من فوق، تاخدوا القياس هيك مثل ما هي، ما بتزيحوا الإيد، بتشوفوا إذا صح أو لا، مش عم تحطوها بالنص، تشوفوا إذا أخدين الموديل الصح، القياسات الصح. اليوم تعلمنا كيف منشيل الحواجب، وبحلقة الجاي رح نتعلم كيف نرسم الحواجب. انطروني. بعد ما شفنا فقرة بيوتي لاين وشلون طريقة رسم الحواجب، ننتقل أنا وياكم إلى الأردن ونتعرف على الكنافة النابلسية. طبعا صارت منتشرة الكنافة بالعديد من الشوارع المدن العراقية، لكن ظلت اسمها الكنافة النابلسية متواجدة اسمها. أصبحت هاي المحلات متداولة كثير بها بكثير من المناطق، صارت يسووها هماتين على الفحم. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. هلا في نوعين من الكنافه، في كنافه ناعمه وفي كنافه خشنه. هلا ما بتختلف طريقه التحضير، هي نفس طريقه التحضير. اليوم بدنا نقدم لكم الكنافه الناعمه، كيف بنسويها وكيف بنحطها على النار، كيف بنقلبها، وبالاخير بنقدم لكم طبق حلو اللي كلكم بتفضلوه. هلا هنبدا، هذا السدر النحاس، بنبدا بنحط سمنه فيه. هلا هي سمنه بلديه، ونفرد السمنه بطريقه متساويه زي هيك بالضبط، تمام. وبعدين بنصير نحط صنوبر، عشان طبعا الصنوبر بديها نكهه ثانيه طعم ثاني. هلا هي عجينه الكنافه الناعمه اللي بدنا نسويها اليوم، وطبعا هي الخشنه، بس احنا اليوم بدنا نقدم لكم الناعم. بنصير نحط العجين، طبعا زي هيك، وبنفرده كله برضه بنفس الطريقه اللي فردنا بها السمنه. هلا احنا خلصنا اول مرحله اللي حطينا فيها السمنه مع الصنوبر، بعدين دخلنا على المرحله الثانيه اللي حطينا فيها عجين الناعمه زي هيك وفردناها بنفس الطريقه المتساويه، بعدين بنفوت على المرحله الثالثه اللي هي تجبين صدر الكناف. هلا هاي الجبنه نابلسيه، بنصير نفردها بنفس الطريقه اللي فردنا فيها العجين. لهيك صار صدر الكنافه جاهز تقريبا على المرحله الاولى. لسه على المرحله الثانيه، بدنا نفوت ونحطه على النار، وبعدين بنقلبه ونخش على المرحله الاخيره اللي احنا نحليه. تفضل معي. هلا احنا بنحطه على النار زي هاي، تقريبا بتقعد على النار يمكن من 10 دقائق الى ربع ساعه. طبعا شايفين كيف النار نفس الطريقه، بتضل ندور فيها زي هيك علشان ما تنحرق او تستوي من هون او من جنب ثاني، بتضل طول ما هي على النار زي هيك. هلا انتم شايفين على السدر الثاني اللي هو تقريبا كيف الجبنه صارت دايبه،
كيف جبنا صار الدايق. هذا كمان خمس دقايق بتصير جبنا نفس المستوى. بتصير طول ما هي على النار بنضل نحرك فيها زي هيك لبان ما نتأكد انها استوى وصارت جاهزة للتقديم 100%. هلا انا بتأكد هيك بتأكد انها استوى. هلا انا مجرد بس ما بشوفها هيك بشوف كيف استوت ولا ما استوت، بقدر اقرر اللون كيف نسبة السوى فيها بالطريقة المناسبة. هلا هيك احنا بنتأكد نشوفها كيف استوت ولا لا. هاي تقريبا استوت هيك، يعني فينا هيك نقدر ننزلها من على النار. هلا انا بدي انزلها من على النار زي هيك تكون جاهزة للقلب. نحط مع جبنة بسلق حلبي خفيف. هلا هي هيك صارت جاهزة. هلا احنا بنحليها ونفزدقها بتكون جاهزة للتقديم، جاهزة 100%. طبعا بعد ما شفنا شلون تم اعداد الكنافه النابلسيه المشهوره بالاردن وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم كل فقراتنا المتنوعه وتقاريرنا وضيوفنا الكرام. انتظرونا الاسبوع المقبل الجمعه في امان الله. باي باي.